السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا معنا فيديو جيش نستعرض الجيش المصري جيش بلدي. مجرد جنب الفيديو عودناك تشترك في القناة نص ايه الف مشترك وضغط لايك نص ايه امر عالم عليكم. يلا نبدأ الفيديو. بدينا الفيديو في اول مشهد استعراض القوات المصرية انتفاضات ومقاتلات مدرعات استعراض لحامية الطائرات للجنود رافعين علم مصر طبعا على بلدي وافتخر انني مصري ونطير من الطيارة نطوم دي بدروا على اهداف حية تدريبات وكده بس الطائرات عشان دي دي كمان فيديو الاستعراضي عن جيش الغواصات المدافع بينزلوا بطارات وعاملين شكل زي مثلث وسط شارع على مصر دي الطائرات بدون طيار. واو شوف الصواريخ عامل ازاي واو بعصفة الصواريخ للانشاءات البحرية ومسك الـ AKM بنضم الباراشوت السلاح الجوي السلاح الجوي طائرات الرفار الأهرامات واو بس استعراض المدفعية أكتر حتى طائرات المدفعية واو شوف الغواصة شوف السفينة عاملة ازاي صوت بس لبس أبيض واقفين عليه والطيارات اهيت استعراض الدبابات الصواريخ اللانشات اللانشات الصواريخ دفعات البرشوت اللي بنطلب الطيارة وفتح برشوت ونزل وصل وعربيهم ميزاش ينزلوا كده واو اللانشات للصواريخ الأربيجي القوات الخاصة طائرات وما مدن وكده الأماكن الصغيرة الطيارات الحربية بتمر عليها عشان ايه لا فيها عداء ولا بتاع. فكرة الصواريخ الرادار فيها طيارة معدية مثلا الأعداء بتروح ترجعها على طول دي طيارة تمر عبد الناصر حامل الطائرات الدبابات عمالة تضرب هي مدرعات الدبابة الطائرات مراعات الهليكوبتر واو دي برضه الطيارات الرادار شيء أكتر حاجة الناس هي بتنضرب بس البراشوت عامل ازاي واو هو ده جيش من جيشنا العاشر على العالم هو العاشر على العالم أقوى جيش في المنطقة العربية أقوى جيش في المنطقة العربية كلها ودي برضه يونس سينا كفاحة الإرهاب يونس سينا كفاحة الإرهاب بص بخ على داعش دي برضه السفينة السفينة الحربية الفرقاطة لطائرات تدريب للرادار برضو عمليات إطلاع دي بتضرب القوات الصعبة القوات البحرية القوات البحرية عاملة زي الدبابة تطلق هو على طول دي بتضرب الأعداء بتوع داعش بتضربهم وادي الدبابة الدبابة بتعمل الطائرات المروحية الجيش المصري ده الجيش المصري ده يعني شوف اللي بيخش على اي اسرائيل دي فرتكها في ثانية ها مش عارف مش عايز يخش ليه يحاربوا ارض فلسطين مش عارف ليه عندي برضه اللانشات اللانشات البحرية دي طالعين بقى على الطيارات عشان مأموريات برضه الطائرات الرقاب طائرات دي بتاعت الغواصات السعرات الجي ام دي صواريخ عشان مثلا في طيارة من الأعداء مش عارفينها الصواريخ دي بيطلع يفرتكها في ثانية بيطلع يفرتكها في ثانية دي نشان برضو عشان ايه ده في لانش مثلا من الأعداء بيطاردوه كده عموما مناورات تدريبات تدريبات لأماكن اقتصادية نبص تدريبات كم واحد سبعة عندك بعدين ورا دي لانشات دي لانشات الحربية الطائرات برضو اللي بتشيل ناس اللي بتحملهم مثلا القاعدة وقاعدة هي دي كده عن وظيفتها كده دي بتاعت الصواريخ واو تضرب صواريخ ازاي بيخش 50 كيلو الصواريخ دي بيمشي فاهم ازاي دي برضه تضرب الطائرات دي سلاح الدفاع الجوي ضربنا ازاي الأسلحة عامل ازاي واو بص من تعرف تلاتين دي السعرات السعرات للخريجين من الفئات الحربية
الصرف يوم استعراضات بقية الفرقاطة على الناس اللي رسمها بأبيض، الخيط على الأسماك حتى على الأبيض، وبرضه السلاح الدفاعي الجوي. بص أشياء طيارة من الأعداء، الصواريخ بتخش هي بتروح في ارتكاب ثانية، بتروح في ارتكاب ثانية. بص دي برضو، واو بص أما لو بيعملوا الدبابات، الدبابات برضو يبقى هم مثلا مأمورات يعملوها ازاي وكده، يكون مثلا ايه يخشوا من الناحية اليمين دي اللي قبل المأمورية ما يعملوا دي. بص فوق الطيارة وعملوا عملية هم ازاي يقبضوا على الناس في مركب في السكة. كل الاشتراك بنص الى 1000 مشترك، وتضغط لايك نص الى اكبر عدد لايكات، ومع السلامة.